قاطر ونفسي. لا ليه انت بس من فترة من فترة مش من زمان كتبت بيتين شعر عربي. عبالي سمعكم ياهن لأني بحبهم. هيدي أول مرة بكتب وبيطلع معي شيء على القافية. كان صار لي كم يوم بعيد عن البيت، أنا بالشتوية بقضيها هون مع أهلي وبالصيف ما بشوفهم بالأسبوع مرة بالأسبوعين مرة سنة الماضي كل أربعة شهور مرة. كتبت قلت لهم ليش صاير رضا الناس آخر همي، من بين كل الناس همي رضا أمي، هي اللي كانت بأيام الضيق تشيل اللقمة من تمها تتحطها تمها. الله. قلت لها يمي يمي مهما كبرت عندك بضل صغير، منك تعلمت دايما أعطي الفقير. يمي مهما كبرت عندك بضل صغير، منك تعلمت دايما أعطي الفقير. وقلتي لي يا ابني اوعى الدنيا تغرك، عمرك مهما طال بيضل قصير. يا بداي قالت لي يمي بنات الناس مش لعبة تسليك، يمي بنات الناس مش لعبة تسليك، احترم فيهن كرامة الله حطتها فيك. وقبل ما تفكر يا ابني تغلط مع شي بنت، تذكر عندك اخت حاطة ثقتها فيك. بعدين بي قال لي يا بي من زغري يا بي من زغرك خلقت فارس، وعلى حقوق الناس خليك حارس. واذا شي يوم يا ابني حدا تحداك شرشحه وضلك على رقبته ناس. رجع قال لي يا ابني يا ابني الرجولي ما بتنشرى بالمال، يا ابني الرجولي ما بتنشرى بالمال ولا بكنوز الدنيا ولا برسمال، رجولي موقف بتاخده اليوم يا ابني مواقفك بتعملك رجال. الله الله. أول ما قلت لك بعدين هذا الشيء على الأرض. الله يكونوا مش عارفين. في حرب. هذا بحث طويل. يلا روح.